جدا الغردقه في محافظه البحر الاحمر، وفد كبير من وفد عسكري وامن من حكومه الوفاق، وفد عسكري وامن من حكومه شرق ليبيا من جانب النشار عقيله صالح والمشير خليفه حفتر، موجودين في القاهره، كانوا عاملين اجتماعات النهارده في الغردقه برعايه الامم المتحده. يعني بتشرف على هذا الاجتماع اللي مصر محتضناه الامم المتحده، وربما كان هذا الاجتماع على يعني زي ما بقول كده انه له العديد من الاهميه، ومهم جدا ان مصر تستضيف هذا الاجتماع في اطار الدور الكبير الذي تقوم به الدوله المصريه لاستتباب الامن وارساء الامن في ليبيا بالكامل، وتعود ليبيا ليبيا موحده، جيش وطني واحد، مؤسسات واحده، بنك مركزي يكون في، وايضا توزيع الثروات على كل الشعب الليبي، ما حدش يستاثر بهذا الامر، وطرد الميليشيات الارهابيه. نتعرف على التفاصيل طبعا من الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد الستار حتيتا. مساء الخير استاذ عبد الستار. يا مرحبا استاذ احمد، كيف الحال؟ الحمد لله. قل لي الاجتماعات النهارده بدايه ترتيب، اولا قل لي الترتيب اللي حصل لعقد هذا الاجتماع في القاهره او في الغردقه تحديدا. هو عشان يكون معلوم يعني الاجتماع لم ياتي بشكل مفاجئ، مصر لديها خبره طويله في التواصل مع القادة العسكريين طبعا والسياسيين وغيرهم، لكن العسكريين وهو أمر مهم للغاية منذ سنوات. كانت هناك محاولة جادة من جانب مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والتقى الأخوة الليبيين من الشرق والغرب والجنوب كقادة عسكريين في القاهرة أكثر من مرة، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتوافقوا على كثير من الأسس، لكن للأسف الشديد حدثت بعض العراقيل من بعض الأطراف التي لا تريد الخير لليبيا أو الشعب الليبي، ومصر كدولة لا تريد الصدام ولا تحب الصدام، يعني تركت الملف يذهب إلى جهة تكون إلى حد ما أمينة وأن تأخذ الملف وتبني عليه، وهي الأمم المتحدة. ورأينا لجنة من العسكريين من الغرب والشرق في جنيف فيما يعرف ب 5+5. اليوم ما حدث هو عودة 5+5 أو الأفكار الخاصة بهذه اللجنة وما فيها ومن فيها من قيادات عسكرية من الشرق والغرب إلى الاجتماع في القاهرة مرة أخرى، وهو انتصار كبير للسياسة المصرية وللدبلوماسية المصرية وللمنهج المصري في الحوار مع الأطراف المختلفة وفي تقديم مصلحة الشعب الليبي عن مصلحة أي طرف آخر. ما يحدث في الغردقة اليوم هو استكمال لرؤية مصرية مستقاة من الأخوة الليبيين من الشرق والغرب والجنوب بما يتماشى مع المقررات الدولية، والتأسيس لمرحلة جديدة يكون فيها توافق وحوار وأخذ ورد من جانب الخصوم الليبيين. هناك مساران أساسيان، المسار الأول هو المسار العسكري والمسار الثاني هو المسار الأمني، وأنا أعتقد أن هذين المسارين في غاية الأهمية. المسار العسكري هو كيف يمكن لمؤسسة عسكرية موحدة أن تلتئم في ليبيا خلال الفترة القريبة الماضية، سواء عن طريق مجلس عسكري أو عن طريق أي شكل من الأشكال التي فيها وحدة ما بين العسكريين من أبناء الشعب الليبي. المسار الأمني يهدف إلى إيجاد تعاون ما بين الأمنيين في الشرق والغرب، جهاز الشرطة، جهاز المخابرات العامة، والأجهزة الأمنية الأخرى المساعدة، بحيث أن تكون هذه اللجنة الأمنية موحدة في حال وجود حكومة مؤقتة جديدة تمهد للانتخابات. هذا مسار في غاية الأهمية وهو نجاح كبير للدبلوماسية المصرية. أستاذ عبد الستار، اتفقوا عليه يعني خلاص اتفقوا النهاردة ولا تم طرح هذا الأمر ما بين الوفدين أو الوفود المشاركة في اجتماع الغردقة؟ شوف، ما خبيش عليك عشان يكون الوضع مفهوم عند الناس اللي بتسمعنا، هناك متشددين في الداخل الليبي، متشددين للغاية بما لا يمكن تصوره، ولذلك أن يجلس هؤلاء على طاولة واحدة وأن يتحاوروا وأن يتحدثوا وأن يضعوا المقترحات ويعدلوا عليها، فهذا مكسب كبير للغاية على المشهد الليبي وعلى الساحة الليبية. في السابق رأينا رؤساء دول وحكومات من الشرق والغرب لم تتمكن أبدا من إجلاس الخصوم الليبيين مع بعضهم بعضا في غرفة واحدة. اليوم في القاهرة في الغردقة يجلسون مع بعضهم بعضا كما فعلوا في السابق في مصر، أيضا يجلسون مع بعضهم بعضا
ويطرحون الأمور على الطاولة ويتداولون بشأنها، وهذا مكسب كبير للغاية، يطوي صفحة الماضي ويحقن دماء الليبيين ويوقف الحرب في ليبيا ويحفظ أرواح الشباب الليبي الذي ذهب في محارق خلال الفترة الماضية. ما حدث في الغردقة وما يحدث في مصر ومعها المسارات الأخرى سواء في بوزنيدة بالمغرب أو في جنيف، كل هذه المسارات تهدف إلى توحيد المؤسسات ومنها طبعا المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية. لا أحد يتصور أنه يمكن بكبسة زرار أن يتم إنهاء كل شيء بين العشية وضحاها. لا بد من مقترحات، تذويب الفوارق، كل هذا يأخذ وقت، وأنا أعتقد أنه يسير بشكل حسن حتى الآن رغم وجود عراقيل ورغم تربص المتربصين ورغم محاولات بعض الأطراف الإقليمية والدولية. الضغوط التركية هنا هتعمل يعني، لأنه في بعض الأنباء اتكلمت على في ضغوط تركية على حكومة الوفاق أنهم لا يتجاوبوا مع ما يجري في الغردقة، هتصل لفين هذه الضغوط؟ الأتراك كان لهم محاولة لو تتذكر في مؤتمر باليرمو حول ليبيا في أواخر 2018، وفي ذلك الوقت كانت الاجتماعات العسكرية ما بين عسكريين الشرق والغرب كانت جارية على قدم وساق في القاهرة، وأرسل أردوغان مندوبا له من أجل إقناع الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بسحب ملف في توحيد المؤسسة العسكرية من مصر إلى تركيا، وفشلت تركيا في هذا الإجراء. ولو نتذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذهب بنفسه إلى مؤتمر باليرمو وحقق نجاحات كبيرة لصالح الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، وعاد مندوب أردوغان يعني بخفي حنين من مؤتمر باليرمو. هذه كانت محاولة تركية مباشرة وكانت فاشلة. اليوم الأتراك يحاولون استخدام جماعة الإخوان وأذرعها والجماعة الليبية المقاتلة وأذرعها في الداخل الليبي لمحاولة إفشال الوضع الجاري حاليا وقرب إنهاء ملف الفوضى في ليبيا. طبعا يحاولون استخدام هذا المسار بطرق ملتوية وبطرق ملتفة وعن طريق الآلات الإعلامية وعن طريق المنظمات الحقوقية وعن طريق المنابر الإعلامية. يعني الضغوط التي نراها على مصر من جانب على سبيل المثال قناة الجزيرة وبعض القنوات الإعلامية المماثلة لا تأتي في نفس السياق وفي نفس الإطار بالضغط على السياسة المصرية التي حققت نجاحا كبيرا ونقلت النظريات الخاصة بالحل في ليبيا إلى واقع ملموس وإلى إجراءات تنفيذية تجري ما بين الخصوم الليبيين على طاولة واحدة، وهو في رأيي متغير كبير وخطير ومهم للغاية ومخيف لكل الطامعين والطامحين في الاستيلاء على ثروة الليبيين. هل تم الحديث حوالين المبادرة المصرية اللي تم إعلانها يوم 6/6